لو الحكاية فيها إن فيتو سيد اللواء محمود الحفاوي مدير أمن جنوب سيناء، ماذا عن الاستعدادات للاستفتاء على الدستور؟ إن شاء الله يوم 14/12 استفتاء الدستور. الخطة العامة لتأمين المدن كلها ضد أي أعمال أو ضد أي عمليات إرهابية أو بالإضافة لتأمين اللجان ومسارات اللجان وحرم آمن للجان، مع التأكيد على تواجد كافة تجهيزات اللجان. ما عدد اللجان يا سيادة اللواء؟ عندنا في لجان في أبو رديس نفسها، مدينة أبو رديس وأبو سليمة وراس سدر والطور بلجانها اللي هي السبعة وشرم الشيخ، وعندنا في طابة وعندنا في نويبع وعندنا في سانت كاترين. حضرتك السنوات السابقة في الانتخابات كان في اللي هو الحرم بتاع اللجان، بتهيألي كان الأربع جهات، كان تقريبا من الأربع جهات نفس القصة بتعاون مع 500 متر تقريبا تقريبا بالتوفيق يا فندم. شكرا.